السلام عليكم، ازيكم شباب؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده هوريكم ازاي تنزلوا الابلكيشن ماي فيتنس بال وفي نفس الوقت تتعاملوا معاه. فاول حاجه بتخش على الاب ستور لو انت ايفون يوزر، او ممكن تخش على جوجل بلاي او whatever، يعني الحاجه اللي انت بتنزل منها التطبيقات دي العلامه بتاعته اللي هو الزرقاء في حد بينط ده، فبتعمل له داونلود لحد لما الابلكيشن بيخلص التحميل، وبعد كده هنفتحه سوا ووريكو ازاي بنتعامل بيه. هندوس اوبن، اول مره ادوس الاو. هنا بقى خش على ساين اب كانك انت اول مره، ساين اب. خش مع الفيسبوك، زي ما بلاش تخش مع الايميل او الابل اكاونت عشان بيعلق، فخش من على الفيسبوك هتبقى اسهل حاجه بالنسبه لكم. دوس كونتينيو كونتينيو، وفي الاخر خلاص دوس لوجن. تمام، يحمل بس شوية، اعتقد كده دي اخر خطوة اهو. هنا خلاص كده اقفل التاب ديت بتاع البريميوم. بس ده الشكل النهائي بتاع ماي فيتنس بال، يبان ان هو يعني رخم شوية بس هو سهل. بتخش على الفود بقى من فوق، لو دوست على الفود هتلاقي بيقول لك الجول بتاعك قد ايه، انت اللي بتدخل الجول ده، اوريكم ازاي تدخلوا الكالوريز بتاعتكم اللي تعملوا لها تراكنج على مدار اليوم. هنا بيقول لك الكالوريز السبليت بتاعتها كام في المية من الوجبات، البروتين قد ايه، الفات، الكارب اللي انت المفروض تاكله، وانت اللي هتعمل الكلام ده. فانت بتخش هنا على الكالوريز هتلاقي في جول، لما تدوس على جول هيتيح لك ان انت تقدر تغير الكالوريز. هنا بقى زي ما قلت لكم، بعد ما تطرح ال 500 كالوري لو انت عايز تنشف او عايز تزيد براحتك بتدخلها. اهم حاجه ان انت تهت البروتين جول والكالوري جول، انما السبليت اللي جوه بقى اللي هو كام بروتين او كام قصدي فات وكام كربوهيدرات دي مش مهمه قوي، as much as ان انت تهت الديلي جول بتاع الكالوريز والبروتينات. تمام كده، طيب زي الفل. بتعمل اد فود بقى، هنا ده بيقول لك ازاي دي ممكن تعمل سكان للباركود لو عندك اكل عايز تدخله ببساطه شديده يعني. طيب تعال نشوف، هنا مثلا عايز ادور على صدور فراخ مثلا او اي حاجه يعني، تعال نشوف صدور فراخ او دجاج، يقول لك لكل 100 جرام، فانت بتدوس عليها علشان تشوف الدنيا. فبيقول لك والله يا معلم بص، انت ممكن تستخدم فراكشنز وممكن ديسيمال من تحت علشان اشوف انت عايز الاسهل لك انت تعمل بيه. انا بحب الديسيمال تدخل الرقم على طول. فبتبص هنا بتلاقي مثلا انا عايز اكل 250 جرام، فانا غلطت هنا، المفروض 250 جرام استخدم السيرفينج سايز 1 جرام، لان انا كده هاكل 250 يعني قدامها 3 اصفار، كانك بتتكلم 25000 صباح الفل. فانت 2.5 مضروبه في 100 جرام، انت بتتكلم ان انت بتتكلم 250 جرام، هتلاقي حتى بتميك سنس معاك وانت بتدخل. او ممكن تغير السيرفنج سايز تخليها 1 جرام وتخليها 250، فهتبتدي تعرف ان صدور الفراخ فيها 252 جرام 252 كالوري، وتشوف السبليت اللي جواها قد ايه. تعالوا اوريكم البيض مثلا، البيضه اللي بالصفاره، بصوا البيضه فيها قد ايه، البيضه فيها 72 كالوري منهم اولموست 5 جرام فات من الصفار. تعالى بقى اوريكم الايج وايت، الصفار البيضه من غير الصفار، بصوا فيها كام، 17 كالوري وفيها 3.5 او 3.6 بروتين، اولموست ذا سيم. انت متخيل؟ عشان كده انت بتشيل ده من ده قدام لما بتعرف بقى الدنيا بتاعتك انت يعني عايز ايه. هنا بقى البروتينات والفاتس والكاربز، ده الديلي تارجت بتاعك اللي انت بتعمله تراكنج كل يوم علشان توصل للتارجت. بس ده ببساطة شديدة كل حاجة عن ماي فيتنس بال، أتمنى إن هو يكون فيديو مفيد ليكو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وفي نفس الوقت تدي لايك للفيديو ده. شكرا ليكو، أشوفكو الحلقة الجاية.